جديد. مهر الثورة دفع بدماء غالية، قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، مؤكدا أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها صباح اليوم لن توقف مسيرة التغيير في السودان. الحمدوك أكد على سلمية الثورة، لكن محاولة الاغتيال تنذر بأن صراع القوى الداخلية بالسودان في ظل القرار بتسليم الرئيس السابق عمر البشير وتربص أعداء الخارج على خلفية التقارب السودانية المتسارع مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، مخاطر لا زالت تشكل تحديا كبيرا أمام بلد يسعى للخروج من عقود شهدت خلالها جمودا وعزلة على المستويات كافة أبرزها المستوى الدولي. أصابع الاتهام أشارت إلى جهات خارجية تتربص بالسودان، لكن هناك من يتساءل هل الخلافات والتباينات مع جناحي السلطة الحالية يمكن أن يكون خلف هذه المحاولة التي من شأنها أن تدخل السودان إلى نادي الدول التي تشكل فيها الاغتيالات السياسية أداة من أدوات المنافسة السياسية. محاولة اغتيال في الخرطوم، استهداف للموكب بواسطة سيارة مفخخة. رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ينجو من عملية اغتيال لم تتضح أسبابها وخلفيتها بعد، تلميح لبصمات خارجية ومصادر توجه صابع الاتهام نحو طهران، وآخرون يعتبرون الحدث صراعا على السلطة، البشير خلف القضبان وحمدوك ينجو من النيران، استنكار سوداني ورفض لثقافة الاغتيالات. بيانات واستنكار بعد استهداف حمدوك، هجوم ثمة من وصفه بالهجوم على الثورة، واعلان قوى الحرية والتغيير أن المحاولة تهدف إلى إجهاض الثورة السودانية للتآمر والانقلاب على البلد. وحمدوك في أول تعليق له قال إن ما حدث لن يوقف مسيرة التغيير ولن يكون إلا دفعة إضافية في موج الثورة العاتي. فبينما يبحث السودان عن استعادة سيطرته واستقراره المفقود منذ عقود، ثمة من يعتقد أن محاولة الاغتيال هي فصل آخر من فصول الصراع بين نظام البشير السابق والحكومة الانتقالية السودانية، لتعلن السلطات عن تجديد أمني على سجن البشير وعدد من عناصره. محاولة اغتيال رئيس الوزراء السوداني اليوم هو صراع قوى داخلية للنظام السابق وبين القيادة الجديدة، ومن غير المستبعد أن تقف مجموعات تابعة لإيران وراء محاولة الاغتيال بمحاولة لعرقلة التقارب بين الغرب والسودان. تسهيلات اقتصادية ورفع العقوبات عن شركات تجارية، تقارب بين الخرطوم وواشنطن، ولقاء جمع حمدوك مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية المختص بالإرهاب من أجل رفع اسم السودان من على قائمة الإرهاب، وإمكانية تسليم البشير إلى محكمة الجنائيات الدولية. فهل محاولة الاغتيال إشارة من البشير قبل تسليمه، أم هي مؤامرة خارجية كما وصفها الآخرون؟ ولا نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو الأستاذ بنحس عنباري، خبير في شؤون الشرق الأوسط. مرحبا بك أستاذ بنحس. ومن باريس أرحب بأستاذ حسب النبي محمود، أمين أمانة الشباب بحركة جيش تحرير السودان، وعبر السكايب أرحب بالأستاذ عبد الكريم سليمان، صحفي سوداني. مرحبا بك. اسمح لي أن أبدأ معك أستاذ حسب النبي، يعني سؤال المليون، من الذي يمكن أن يستفيد من هذه المحاولة، لسيما وأن أطراف سودانية سارعت إلى توجيه أصابع الاتهام إلى من أسمتها جهات خارجية؟ من هي هذه الجهات؟ مساء الخير عليك في الاستديو على ضيوفك الكرام، وشكرا على الاستضافة وحسن التقديم. أولا بكل صراحة الذي حدث اليوم حدث بالمناسبة يعني غريب جدا في تاريخ بتاع الشعب السوداني والمجتمع السوداني والعملية السياسية في السودان. بالتأكيد التهديد ده أول حدث الليل اللي حصل في الخرطوم امتداد طبيعي لتهديدات كثيرة بالمناسبة اتقدمت لحكومة بتاعت الثورة والثورة السودانية والمجتمع السوداني من قبل النظام السابق والتنظيمات كثيرة إرهابية لها وجود بالمناسبة كلاسيكي في السودان.
وكما هو معلوم لدى كل الجميع أن النظام بتاع المؤتمر الوطني اللي هو أكبر شبكة بتاعت مجموعة إرهابية لفترة بتاعت 30 سنة بالمناسبة كانت حاكمة السودان، وهنالك بالمناسبة تنظيمات كثيرة متحالفة مع النظام بتاع المؤتمر الوطني، وبالتأكيد ما بعد في نفس الوقت إسقاط النظام وما بعد اللي هو القبض على جزء كبير من المجرمين والآن دعم في السجن، كان متوقع لدى كل الشعب السوداني ولدى كل المجتمع الدولي إنه ياخ بتحصل عمليات أو ممكن تحصل عمليات إرهابية من قبل النظام السابق، والليل بالمناسبة الكلام ده حصل. لكن بكل صراحة هذا السلوك يعني غريب علينا في الشعب السوداني، والشعب السوداني معروف شعب ثوري، شعب متسامح، شعب متصالح، وبالتأكيد السودان لن يكون بالمناسبة مثل سوريا ولن يكون مثل أفغانستان ولا أي دولة تانية لها علاقات بالعمليات الإرهابية اللي قاعدة تحدث. بالتأكيد أنا برضه أكد حاجة واحدة اللي هو ممكن يعني بشكل كبير يكون في جهات أجنبية لها علاقة بالمناسبة الذي حدث الآن في السودان، وبالتأكيد في جهات كثيرة جدا قاعدة تقيف ضد إرادة بتاعت الشعب السوداني، وبجد بتعمل بقدر الإمكان من أجل أنه خلق صراع في السودان وعدم الاستقرار وعدم تحقيق السلام الشامل في السودان، وبدي تحديات كثيرة. والليلة بدأت أقول أنه في حدث بالمناسبة كان أكثر فظاعة وبشاعة من الذي حدث مع حمدوك، اللي هو اغتيال أكثر من 10 مواطن سوداني في ولاية جنوب دارفور في إغليم دارفور. بكل صراحة تم قتلهم بدم بارد من قبل مجموعات عسكرية مجهولة في ولاية بتاع جنوب دارفور، وأنا من هنا بطالب أن يقبل ضرورة التحقيق من أجل القبض على هذا الجناية وتقديمهم إلى العدالة. وده برضو يندرج بالمناسبة التهديدات المتكررة للشعب السوداني وللمجتمع السوداني وللثورة السودانية والحكومة السودانية، عشان أنه بقدر الإمكان يساهموا في عملية بتاعت إيقاف الثورة السودانية. شكرا. أستعود إليك، أريد أن أتوجه الأستاذ عبد الكريم، يعني توجيه أصابع الاتهام إلى الخارج ألا يهدف إلى التغطية على خلافات داخلية يمكن لها أن تفسر هذه المحاولة؟ طيب أولا مساء الخير أستاذ رنين لك ولضيوفك الكرام ولمشاهدي 24 نيوز. أولا أتفق تماما مع ما ذكره العزيز حسب النبي محمود من باريس بخصوص أن هذه القضية التي نحن نتحدث الآن بصددها هي يعني جديدة ودقيقة على الشعب السوداني، وفي تاريخنا المنظور لا توجد هكذا قضايا أبدا في السودان. مسألة أصابع الاتهام إلى الخارج نعم وارد، ولكن أنا استبعد مسألة إيران. هنالك خلاف يعني في موضوع سد النهضة، وهنالك القرار التي تابعتموها جميعا في جامعة الدول العربية، والسودان رفض إدراج اسمه في تلك القرار، بالتالي يعني هنالك عمل ربما يكون لا يستبعد أن يكون هنالك عيادة خارجية، ولكن هنالك داخل السودان أيضا لدينا الإسلاميين، الإسلاميون يعني معروفون في كل العالم بهكذا أفعال، ومن المرجح جدا أنهم يعني ربما عبد الكريم أن أنصار الرئيس السابق البشير الذين يعارضون تسليمه إلى محكمة الجنايات الدولية أو حتى مجموعات لها خلاف على النفوذ مع الحكومة ومع حمدوك. هذا مؤكد، وهنالك يعني تهديدات اطلقتها انصار النظام السابق نظام البشير اللي هم الحركه الاسلاميه الجناح بخصوص الاخوان المسلمين في السودان، كثيرا ما يعني هددوا بهكذا افعال، بالتالي هم ليسوا بعيدون، وكذلك حتى العسكر. انا اغيث هذه يعني قضيه حقيقه شائبه، ولكن هنالك اطراف عده وسيناريوهات متعدده، لا نستطيع الان ان نحصي ونقول مصير أو إيران أو العسكر أو الإسلاميون، ولكن هنالك عملية جريمة تمت في السودان، ويجب أن يحقق في ليكشف للشعب السوداني من هم هؤلاء الذين قاموا بهذه العملية. نقول الحمد لله على السلامة لحمدوك، وكذلك الرحمة للشهداء الذين استشهدوا اليوم في دارفور. هنالك الدم السوداني التي تنزف كل يوم في دارفور، في جبال النور، في النيل الأزرق، ونحن ننشد السلام كل يوم يعني. نعم. طيب أستاذ بنخساني، هناك من يقول أن التقارب مع إسرائيل قد يكون أحد الأسباب من وراء محاولة اغتيال الحمدوك، خاصة وأن السودان يعني كان حتى زمن ليس بالبعيد عن أن نقول جزء من المحور الإيراني.
نعم، أظني أنه تقرب من إسرائيل ليس ممكن يكون سبب معين هون، ولكن السبب الرئيس لأنه يعني هذا شغل مخابرات وشغل يعني هذا كمان شغل الإخوان المسلمين اللي يهمهم الإخوان المسلمين يهمهم الأوضاع الداخلية في السودان. ومؤخرا أنا ملاحظ أنه في هناك انفتاح وتقرب من الغرب. أنا شايف نسوان بالموضة، هذا أشياء لا يستحسن بعيون الإخوان. فكمان في هون مصالح إيرانية بشكل علاقات بين السودان وبين السعودية. الجيش السوداني يشارك في الحرب في اليمن. فأزيني هون إذا اقتربت من إسرائيل، اقتربت من إسرائيل هذا مش اقتراب يعني استراتيجيا، هذا إشي كانت إشي بس جستا يعني، مش إشي أكثر من ذلك. لكن كيف ليس استراتيجيا تقارب كهذا؟ التقارب إسرائيلي السوداني؟ أزيني هذا كان المسعى تبع إسرائيل يكون تسافح بين نتنياهو وبين محمد بن سلمان. محمد بن سلمان أزيني حق نتنياهو يعني ظروف غير ملائمة أنا كدولة عظمى عربية حامية المكان المقدسة، هذا لا يصلح يعني. هذا ننتظر شوي بهذا وخذ شيء إجراء أول يعني بهذا الخط، وطلبوا من السودان وخاصة كان كمان موضوع إزالة العقوبات الأمريكية على الاقتصاد السوداني كمان من هون. هذا كان يعني هذا ما كان إشي استراتيجي يعني حاسم، لا هذا كان إشي إجرائي أكثر منه من الكل أهميته. أنا مش شايف هون السبب بمحاولة الاغتيال. طيب أستاذ حسب النبي، يعني تكملة لما قاله الأستاذ عبد الكريم، يعني هل لهذه المحاولة أن توقف عجلة انتقال السلطة إلى حكومة مدنية وبقاء وتبقى العسكر جزء من المشهد، أو حتى تبقيهم في مركز اتخاذ القرار بشكل حصري؟ طبعا على الإطلاق إنه الحصل الليلة، وحتى في نفس الوقت يعني مهما حصل في السودان الثورة السودانية مستمرة بإرادة بتاعت بنات وأبناء السودان الأبطال السوار من أجل تحقيق أهدافها، واللي هي حرية سلام وعدالة. نحن في السودان ناضلنا لسنين طويلة أكثر من 30 سنة قاعدين بنناضل من أجل إسقاط نظام مؤتمر وطني كلنا كسوار سودانيين وكمجتمع سوداني. نعم. قبل النظام بتاع المؤتمر الوطني برضو كانت بالمناسبة يعني الثورة مستمرة مع كثيرة أنظمة تعاقبت على نظام الحكم في السودان، ما كانت عندها الإمكانيات الكافية لتأسيس دولة قائمة على إطار التعدد والتنوع السوداني. الآن إحنا كسودانيين بجدنا دار خط يعني أبرز النقاط في الفترة الجاية. الحاجة الأولية بالنسبة لنا في السودان اللي هو تحقيق السلام الشامل في السودان، يعني دي أهم حاجة جدا مفترض. نعم. إنه كل الناس، وأنا برجو بجد يعني بشكر كل أبناء وبنات السودان. هل هذه المحاولة أن تعيد هذه الجهود؟ لا بالتأكيد لا. نحن الآن يعني أنا الليلة باخ إكزامبل، الليلة الرفيق مني أركم الناوي موجود في دولة تشات الشقيقة مع اللاجئين السودانيين الذين نزحوا إلى دولة تشات المجاورة لأكثر من 18 سنة. قاعدين نشرح لهم حول عملية بتاعت السلام وضرورة عودتهم بالمناسبة إلى أراضيهم. نعم. وهم مرفوعين الرأس باعتبارهم مواطنين سودانيين في المقام الأول، وبالتأكيد بإرادة بتاعت السوار وبإرادة بتاعت رفاق في حركة تحرير السودان حنعمل من أجل تحقيق السلام الشامل في السودان وعودة كل أبناء وبنات السودان سواء كان على مستوى دول الجوار أو في المعسكر. نعم. بتاعت النازحين داخل السودان أو على مستوى دول المهجر. لكن بشكل عام الشعب السوداني متفهم جدا كل التحديات الممكن تواجههم في إطار تحقيق. نعم. بتاع أهدافهم
واعتقد بشكل واضح انه صار عنده تجربه مناسبه كافيه جدا من النضال ومن المعرفه بتخليهم يمرقوا بالمناسبه من كل التحديات اللي هي قاعده تواجههم طوال السنين. طب اسمح لي او ما بعد ضغط النظام المطور الوطني. استاذ عبد الكريم، يعني هذه المحاوله تاتي في ظل رفض بعض الجهات في المؤسسه العسكريه، تحديدا تلك المؤيده للنظام السابق، فكره انتقال السلطة إلى المدنيين. هل هناك عناصر دولة عميقة يمكن لها أن تقوم بهذه المحاولة؟ بالتأكيد هناك عناصر دولة عميقة وهم في المجلس السيادي. يعني نحن نتحدث الآن عن رئيس المجلس السيادي الذي هو بمثابة رئيس السودان الآن، هو البرهان، والبرهان هو واحد من الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية في دارفور، وكذلك هو من اللجنة الأمنية للمخلوع البشير. لكنه لم يعارض تسليم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية. أحيانا يعارض وأحيانا لا يعارض. يعني هنالك كثير من المرات ذكر أنه لن يعني يسلم البشير إلى محكمة الجنايات الدولية، وأحيانا يقول نحن بصدد دراسة هذا الموضوع. بالتالي هو يتلاعب بالشارع السوداني لكي يكسب المزيد من الوقت. هنالك من لا يريدون أيضا للسلام الذي يجري الآن في جوبا أن تتم، وهذه حقيقة يجب أن لا يعني أن لا نخفيها عن المشاهد الكريم. هنالك أحزاب الآن هي مشاركة في السلطة ولا تريد للحركات المسلحة أن تكون جزء من السلطة الانتقالية، بالتالي يمكن أن يستفيدوا من هكذا فعل. الآن لدي تعقيب سريع على ما ذكره الضيف في يعني هل تخشون استغلال العسكر لأي عدم استقرار حالي؟ هنالك نية ربما لدى العسكر، ولكنني أنا عن نفسي لن أخشى أبدا على هذه الثورة طالما هنالك الشعب السوداني، طالما هنالك كنداكات يعني سودانيات راكزات هن خرجنا في الشوارع وهتفنا حرية سلام وعدالة. لذلك هذه الثورة محمية بدماء الأبطال الذين استشهدوا، محمية بإرادة الشباب، إرادة هذا الجيل. مهما فعل العسكر ومهما فعلت الأحزاب التي تنضم الآن تحت الحرية والتغيير لن يستطيعوا أن يوقفوا قطار هذه الثورة التي انطلقت. نعم. طيب أستاذ بنخس، يعني في ظل الدعم الأمريكي ودعم إسرائيل للحكومة السودانية الحالية، هل يمكن للسودان برأيك أن يعود الآن إلى الوراء ولا ما كان عليه قبل الثورة؟ بس إذا بيصير انقلاب دموي جديد، يعني إذا نحن إذا نظام الحالي من قبل العسكر؟ من قبل الإخوان المسلمين يرجعوا، يعني إذا هذا احتمال وحيد، بس أنا مش شايفه يعني بالمستقبل القريب. يمكن تطورات التطور يعني بالمستقبل يشوفوا الإخوان يرجعوا بصورة أو بأخرى، ممكن، ولكن ليس بظروف الحالية. ما هو المشهد الوارد؟ أنا شفت القنيل تصريحات لحمدوك بموضوع محاربة الإرهاب. نعم. واسم يعني كمان تغيير الحرية والتغيير. الحرية والتغيير هذا مصطلح ضد الإخوان، والتغيير هذا ضد الإرهاب. فأظني يعني إذا في علاقة مع إسرائيل ممكن بمحاربة الإرهاب. من هون أظني هون المصلحة الإيرانية أو الإخوانجية بالاغتيال هذا. أظني هون أظني الخلفية هون مخابراتية بموضوع محاربة الإرهاب. طب أستاذ بنخس، كيف إسرائيل تنظر لهذه المحاولة؟ هل ما يحصل الآن الأمر يقلقها؟ طبعا لأنه يعني العلاقات بالسودان لسه بدأت، وإسرائيل بدها تطويرها وانتشارها للدول الأخرى. فأظني أنه السبب الرئيسي كان التقارب من إسرائيل، إذا في تقارب. ولكن هذا من احتمالات المستقبل. ومن هون إسرائيل معنية جدا أنه النظام السوداني يكون مستقر وماشي لقدام. النظام تعني العسكر؟ العسكر طبعا، النظام والعسكر. طيب أستاذ حسب النبي، الثورة السودانية رغم ضحاياها تميزت بسلميتها وثقافة
الآن يعني ثقافة الاغتيالات السياسية غير مألوفة في السودان، هل تخشون أن يتحول الاغتيال السياسي إلى جزء من اللعبة السياسية في البلاد؟ كل المتابعين للتاريخ السوداني ما فوق 40 ل50 عام كانت بالمناسبة هناك ثورات مسلحة بتناضل لحد الآن موجودة في عدد كثير من أقاليم بتاعت الهامش السوداني سواء كان في الشرق أو في الجنوب أو في الغرب. لكن على الإطلاق طوال هذه السنين من النضال وحتى كان قبل النظام بتاع المؤتمر الوطني لم يشهد الشعب السوداني يوم من الأيام أنه بالمناسبة تفجير إرهابي واحد، بما في ذلك أنه النظام بتاع المؤتمر الوطني قتل أكثر من 2 مليون مواطن سوداني وربما أكثر، وارتكب مجازر بتاعت إبادة جماعية وجرائم بتاعت حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن كانوا كل السوار السودانيين وخاصة الحركات في الكفاح المسلح كانوا ملتزمين بكل صراحة في العملية الأخلاقية وبقيم بتاعت المجتمع السوداني بشكل كامل جدا، ويوم من الأيام حتى بالمناسبة بشكل كبير كمفهوم ذاته بتاع الإرهاب بالمناسبة غير موجود في السودان، وفي التاريخ بتاع الإرهاب ذاته تاريخيا في كل العالم يوم من الأيام ملقين بالمناسبة محل سوداني واحد أنه يتفجر أو سوداني واحد شارك في أي عملية إرهابية. بكل الأحوال أنه السلوك ده بالمناسبة السلوك شاذ، وأنا زي ما قلت الكلام ده قبل، وبجد في تحديات قاعد تواجه الثورة السودانية، وبالتأكيد يعني بكل صراحة النظام السابق ده هو كان عبارة عن شبكة التحالف بتاع تنظيمات إرهابية بكل معانيها الحقيقية. وأنا داير أقول إنه السيوبر ون اللي هو الحقيقي بتاع الإخوان المسلمين، نعم، المنظومة الكبيرة كانت موجودة في السودان، يعني ما كانت موجودة حتى في مصر. يعني بالتأكيد اللي هو السقوط في نفس الوقت اللي هو سقوطهم في الخرطوم أو في السودان بالتأكيد له ما بعده، لكن الشعب السوداني قدر التحديات. أنا داير أقول إنه الأهداف الأساسية بتاعت الثورة اللي هي حرية وسلام وعدالة. طيب أستاذ حسن، الآن بشكل أساسي يبدو لي بس آخر كلمة لو سمحتي. تفضل. أي بس أنا داير أقول إنه أهدافي على الثورة اللي هي حرية سلام وعدالة وكلنا حنعمل من أجل تحقيقها، لكن من هنا بطالب بإطلاق بتاعها صراحة كل الأسرى والمحتجلين من الحركات المسلحة ومن مجلس الصحوة الثوري. ما زال بالمناسبة إنه في عدد كبير من المحتجلين بطالب بإطلاق سراحهم من دون أي قيد من دون أي شرط، والعمل بالضرورة بتاعت تحقيق السلام الشامل في السودان. لضيق الوقت أنا مضطر أن أتوجه شكرا لك. أريد أن أتوجه لأستاذ عبد الكريم، يعني هذه المحاولة تأتي بينما وافقت الإدارة الأمريكية على رفع العقوبات عن السودان وهناك أزمة سد النهضة، هل السودان قادر على مواجهة تحديات الداخل وتحديات الخارج؟ بالتأكيد السودان قادر، والسودانيون لديهم إرادة كبيرة جدا في أن يخرجوا بهذه الفترة الانتقالية إلى بر الأمان. هذه بخصوص سؤالك، لدي لو سمحت في أقل من دقيقة تعقيب على ما ذكرتموه في موضوع إسرائيل والتقارب الإسرائيلي السوداني. أنا لا أعتقد أن إسرائيل حتى هذه الساعة دعمت السودان بأي صورة من الصور، وحتى التقارب الذي تم ربما من ناحية الإسرائيلية هي يعني خطة استراتيجية موضوعة، ولكن من ناحية السودان حتى هذه اللحظة ليس هنالك استراتيجية محددة للتعامل مع إسرائيل. كل الذي حدث في السودان أن بيبي نتنياهو أو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي التقى برئيس مجلس السيادة وهو العسكري عبد الفتاح البرهان هنالك في عنتبي. بعدها إسرائيل استفادت عدة أشياء، منها مسألة عبور الطائرات الإسرائيلية فوق الأجواء السودانية، وكذلك حتى في الدعاية الانتقابية نتنياهو ذكر موضوع اللاجئين السودانيين وإعادتهم إلى السودان باتفاق مع البرهان، ولكن في المقابل السودان لم يستفيد حتى هذه الساعة أي شيء. إذا كان هنالك علاقة يجب أن تقام بين الدولتين يجب أن تكون بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة السودانية الممثلة في الحكومة المدنية برئاسة الوزراء، ولكن نعم اسمح لي أنا أعتذر أستاذ عبد الكريم، لضيق الوقت أريد سؤال أخير أستاذ بنخساني. حتى الآن بدأ الانتقال السياسي في السودان وكأنه سلس، لكن هذه المحاولة تشير إلى أن الأمور يعني قد تتغير. برأيك ما هي السيناريوهات التي قد تواجه الآن السودان، أو السيناريوهات التي قد يعني بالفعل يواجهها المواطنون السودانيون؟ انت شايف انه الجيش لحل هو اللي يتمسك بزمام الامور، وفي حكومه مدنيه طبعا، ولكن لسه الجيش هو الحاكم الصحيح من وراء الكواليس
في السودان وكل شيء بيد الجيش. طيب أنا أريد أن أشكرك أستاذ بنخس عنباري خبير في شؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. ومن باريس أريد أن أشكر أستاذ حسب النبي محمود أمين أمانة الشباب بحركة جيش تحرير السودان، جزيل الشكر لك أستاذ حسب النبي، وجزيل الشكر لك أستاذ عبد الكريم سليمان صحفي سوداني كنت معنا عبر خدمة سكايب، جزيل الشكر لك أستاذ عبد الكريم. أعزائي المشاهدين بهذا نصل لختام نشرة هذا المساء، أشكركم على حسن المتابعة، وللمزيد من الأخبار تابعونا عبر i24news.tv وصفحاتنا بفيسبوك وتويتر. أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.